ازيك يا محمد؟ تعلي صوتك واحنا بنتكلم عشان صوتك يبقى واضح. ماشي، احكي لي بقى اللي حصل. حصل ان احنا كنا في درس ناخد في الصندوق، كنا رايحين في الدرس. انا كنت حاطط الملازم على الكرسي، هو اجا كنت شايل اصلا معاهم الصبح، كنا بنتكلم مع بعض. فهو اجا تلاته جاي يقعد مكانه بيرجع الملازم ورا، فقلت له انت ترجعها؟ لا، انا كنت قاعد من هو. بيقول لي هو كده. قلت له ازاي هو كده؟ رحت جايب الملازم بعد ما رجعها ورا الكرسي اللي ورا، رحت جايبها وحطها على الكرسي بتاعه. البيت راح واخدها وراح رماها في الارض. قلت له ليه كده يا عم؟ مش كنت قاعد نوت وانت لسه جاي؟ قلت راح امسك فيها والمدرس كان بيكتب، فتلاقيته مسكنا في بعض والمدرس حاشنا. فانا جاي باخد حاجتي وقعد في حته تانية، تلاته جاي بيقول لي عايز نضربك تاني تضربني. تلاته راح معاهم في الارض وقعد اضرب فيه. المدرس راح مسكني من الجاكيت، وتلاته مسك العصايه اضرب فيه، والتاني مش عارف اقف ضرب. فرابع كعفة الدنيا خلاص. بعد كده خلاص كل واحد قعد وخلصنا من بعض. بعد كده بعد ما نزلنا تلاتة مستنيني تحت، تلاتة جاي بيقول لي تلاتة جاي يمسك فيا، وتلاتة جاي عايز يجرمني. قلت له مش خلاص، احنا انت اشتكيت معاه مرتين فوق، خلاص عاوز يتم المدرس فشل. تلاتة جاي خانين من رقبتي وانا نفس السدية، وقعد خانق معاه ومكانش في حد بيحوش، ومسكني وخانقني. فانا جبت الزم من الشارع، تلاتة مكسرة، وهو مسكني ومش عارف يتحرك. فجاي بقوشه بقى، راحت جت في دراعه. فلما تلاقي دراعه اتعور قدام ينزل منه، رحت اخده على طول، رحت بالمستشفى. فكنت معاه في الطلعة مات وهو بيتخيط. فانا بقى تلاقي بابا قال لي انت اللي عورته محمد؟ قلت له والله ما كنتش اقصد. انا جاي بقوشه عشان يبعد عني، عشان تلاته جاي يمسك تلات مرة فيه. بعد ما المدرس فضينا فوق، فقال لي طب تعالى اقول لك على حاجة. فهو اجا قال لي غلط اهدى 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 في حاجه كده، طلع عليك كتر، راح جبت دماغي ووشي. اهدى اهدى محمد، استنى استنى. اهدى 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 اهدى، خدتنا اتنشف دم، ما تلاقي دماغي اتعورت وش على السرير. تلاقيت راح داخل تاني وراح مكمل على رجلي من هو الحته ديت، ونزل مكمل عليا. طالما مرات صوته الجيش هو اللي مسكه، كان داخل يموتني والله، كان داخل يكمل عليا. معلش حضرتك ممكن تحكي لنا اللي حصل من ساعة ما وصلك خبر اللي حصل لحماد؟ أنا حضرتك كنت الساعة 5 آخر النهار قبل المغرب، فكنت نايم الفترة بتاعتي كنت باجي فيها مش شغل أنا. فجالي تليفون إن محمد يجي واتخانق مع ولد في الدرس وعوض في المستشفى العسكري. من التليفون ما اعرفش مين يعني. فقمت بسرعه اجري لبس الهدوم واروح على المستشفى. فدخلت من باب المستشفى رجلي على اني ابني معور عيل. فبجري على الاستقبال جوه، فلقيت محمد نايم ومعلق قلبه الاكسجين ودماغه تقريبا كانوا خلصوا موضوع دماغه. وعما ببص على رجله لقيت رجله اللحم بتاع فرجه كله مفشوخ. وطبعا اللي جالي بقيت اخبط دماغه في الحيطه بتاعت المستشفى. المهم سكنوا الظباط اكلمنا علينا في المكتب وهدوني ايه اللي حصل. فقالوا لي الطفل اللي كان جاي متعور ومحمد كان جاي معاه، فبدا الراجل ده روايته من الاول. فبدا الراجل تقريبا ومحمد واقف جنب السرير عنده، اجى ابو الولد قال له انت اللي عورت ابني. قال له عم والله انا ما كان قصدي، ده هو كان خانقني في الارض وانا جاي اخلص تاثير تقريبا اتلاقى ازازه وما اعرفش ايه. فبهوشه بقى، فجيت في ايده. فما اتعور انا جيت معاه، قال له طب تعالى ما اقول لك عن حاجه بره. فاخدوا بره في الطرقه بتاعت المستشفى حضرتك، فاخدوا في زاويه. ده حكايه محمد ليا بقى ما فاق، وقام جايب القطر وقام ضربه في دماغه، كل دماغه كده ووشه. فمحمد طبعا الدم نزل ووقع. الممرضه من جوه شافت المنظر قامت مصوره، اشترى محمد حطوه على الترولي وبدات تمسح الدم وتستدعي الدكتور عشان يجي يخيطه. دخل للمرة التانية بعد ما مشى، رجع تاني وقام نزل على رجلين الولد، طبعا هو في الحالة اللي هو فيها دي، على رجلين الاتنين. وممرضة تانية في وسط الطرقة شافت بقى المنظر من بره، فصوتت طبعا، نزلت الخدمات من فوق ومن تحت، ده اللي هما حكوا لي هناك. فسيطروا عليه وأخدوا منه القطر، وبدأوا يعملوا تقريبا مذكرة وحاجة زي كده، واستدعوا الشرطة اللي هي تيجي تستلمه من عنده.
ده اللي وصلني من محمد ابني او من جوه المستشفى. ايه الاجراءات اللي تمت معاه؟ الاجراءات اللي تمت يعني المستشفى شاكره جدا جدا جدا، مفيش حد اثر مع محمد في حاجه، لحقوه بسرعه جدا. الموضوع لو كان في الشارع كان محمد مات، شيء منطقي كميه الدم اللي نزفها والحاله اللي كان فيها. بشكرهم طبعا اللي هم قدروا يسيطروا على الراجل، لان كان ممكن موته بالفعل. فالناس ما اثرتش في حاجه اطلاقا يعني، الحمد لله. حضرتك قلت انك كنت في النيابه امبارح. كنت في النيابه امبارح. ايه الاجراءات اللي اتخذت مع الراجل؟ الاجراءات اللي موجوده اللي طبعا الولد اللي هو ابن اسمه ايه؟ الراجل ولا الولد باسم بابا؟ محمد طه. الولد اسمه محمد طه. رحنا يوم الجمعه النيابه. طبعا محمد ابني. هو الموضوع ده من يوم الخميس؟ من يوم الخميس الساعه 5 بعد العصر. رحنا النيابه، فطبعا احنا شايلين محمد على الكرسي ومدخلينه لوكيل النيابه. مجرد ما شاف الراجل دخل عليه جت له حاله سرطان، هيموتني الحقوني عاوز يموتني. الناس كلها طبعا مخافش يا حبيبي هيموتك، ما لقيت حقنه محدش هيقدر يعمل. طلعوا طبعا بره، وطبعا ابن الولد متهم محمد اللي هو عوار ربنا حضرتك، والراجل بدا التحقيق معاه، وتقريبا يعني اخذ استمرار او اخذ حبس حاجه زي كده ما فهمش يعني، في اربع ايام تقريبا حاجه زي كده. وكنا امبارح برضه في النيابه تحيه برضه تكمل استكمال التحيه ربنا حضرتك. فاللي انا بقوله عن محمد ابني، حتى لو مخطئ، حتى لو محمد مخطئ، ممكن يكون مخطئ غصب عنه برضاه ايا كان. وعلى فكره المتهم انكر في النيابه اللي هو شاف ابني، وانكر القطر بتاعه. ولما واجهوه طبعا اللي مش الشرطه اللي قبض عليك، الشرطه اللي مستلمات من جوه. فانا بقول محمد حتى لو كان مخطئ، طفل عنده 14 سنه، وطفل اتخانق مع زميله الطفل، وايا كان اللي حصل، ده ما يديش مبرر ولا منطق في الدنيا اللي انت تتعامل مع طفل عنده 14 سنه واقف جنب سرير ابنك. يعني الطفل الصغير كان عنده الجراءه والشهامه والرجوله اللي يروح يقف جنب صاحبه، لان الواقعه تمت جوه المستشفى. يعني مش ما كانش ما هربش ابني، راح مع مخطئ، اعتبره مخطئ، اعتبره متعمد اللي هو يعوره. ما واحد بيخنقه هيموته فرضا على سبيل الفرض. ده ما يدلكش المرور حضرتك اللي انت تخش المستشفى واقف جنب سرير ابنك. يا راجل حتى ان اخطا بيكفر، واقف جنب ابنك وتاخد الولد تحت دراعك تستفرد بيه في زاويه وتضربه في دماغه بطول الدماغ، وحضرتك هتشوف الجروح اللي موجوده في ابنه وفي وشه، والولد يقع في الارض وياخدوه عشان يعالجوه، يعني يعتبر شبه ميت. وتخش للمره الثانيه عليه تقطع رجليه، اي منطق في الدنيا؟ ابن اخطا، خده وديه اسم الشرطه، شوف الاجراء القانوني، احنا بلد فيها قانون، سياده قانون، مؤسسات قانون، شوف الولد الخطا اللي اخطاه وعاقبه عليه. لكن اللي انت تنزل لمستوى اللي انت تنزل لطفل ومرتين في طفل شبه ميت، ولا حضرتك دماغه طول دماغه كلها مفتوحه ووشه بتكمل عليه، انت يعني انت عاوز تموته؟ طب هتموته ليه؟ لا خد ابني واعمل يعني سلمه للشرطه بدل ما اروح ازور ابني في الجبانه. كل ده عشان ايه؟ عور ابنك؟ عوره؟ اعتبر ابنك ده يا عم وقع على حاجه تعور، اعتبر ابنك اي حادثه. انا كان عندي ابن اللي اكبر من عمر من 3 شهور، اكبر من عمر بسنه، ولد اتخانق معاه ضربه بحاجه او اقول طوبه مش هنشرها او حاجه ورا ودنه من هنا. كان الساعه 2 بالليل، رحت مستشفى الاميره قالوا لي لا ما نقدرش، روح لقالوا سليمان، رحت قالوا سليمان قالوا لي عاوزين دكتور جراحه لان القطع جه في الغضروف بتاع الودن 10 غرز. اقسم بعز الجلال الله انا ولا شفت الولد اللي ضربه ولا اهل الولد اللي ضربه ولا رحت اسم شرطه عملت محضر. كان امامنا حاجه واحده، ابني. ما عملتش اي اجراء. مش معنى كده ان انا راجل ضعيف،
يعني كده هما كانوا بيهزروا بقلب الجد قلب الحاجه. خلاص ابني سليم الحمد لله، ابني سليم بدل ما كان جت في عينه كان جت في رقبته كان جت في، خلاص اقسم بالله ما عملت اي اجراء قانوني ولا اعرف شكل الولد اللي عور ابني، انا ما اعرفش شكل ولا اعرف اهله، خلاص الموضوع الحمد لله رب العالمين. لكن انت اب باي منطق، انت باي منطق اب تمسك الولد تعمل فيه بالشكل ده عشان عور ابنك؟ هتموته؟ طب هتستفاد ايه لما تموته؟ هتستفاد ايه؟ وتخش عليه على انسان ميت؟ ميت؟ في ايد هيئه التمريض؟ بيلحقوه بتكمل عليه؟ طب لو ما كانش اللي صوته في المستشفى وقدروا الامن يسيطر عليه، كنت بقى جبت رقبته وجبت قلبه وجبت في ايه؟ وفي النهايه بعض المواقع، بعض المواقع اللي سامحه اللي ينشر يقول لك انا بتاجر بابني، لا ده ابني رابط رباط ضغط على رجله، مش انا اللي بقول يا ساده، ده انا بوجه الرساله دي للجميع، لاي انسان ما عندوش ضمير، انا ما بدعيش حاجه، انا ما رحتش عملت بلاك فيس وقلت عمل في ابني، انا رحت لقيت ابني مذبوح وهم اللي قابضين عليه مش انا. خلوا عندكم ضمير شويه، خلوا عندكم ضمير، كل واحد بيكتب كلمه وكل واحده اعتبري ده ابنك، اعتبري ابنك وجالك بالشكل ده، ابني فيه 50 غرزة متقطع، ابن حالته النفسية محتاجة علاج نفسي أكتر من العلاج الجسماني، مش عاوز يروح مدرسة، مش عاوز يروح دروس، على فكرة عشان اللي هو يوافق اللي هو يتصور أنا عامل معاه مشكلة، مش عاوز أي حد يشوفه، هو حاسس اللي هو كسر، حاسس اللي هو اتشوه، عشان أقنعه اللي ده حقك، فأنا بناشد اي انسان قبل ما يكتب كلمه خلي عندك ضمير، اعتبر محمد ده مش ابني، محمد ده ابنكم كلكم، لو ابنك دخل عليك بالشكل ده او انت دخلت على ابنك بالشكل ده واكتشفت ان راجل كبير في سن ابوه اللي عامل فيه كده، رد فعلك ايه؟ الكلام سهل لكن كويه القلب والحرقه مش عارف اقول لك ايه، للاسف الشديد كل واحد عاوز يكتب حاجه بيكتبها، تعالوا تعالوا واجهوني، تعالوا شوفوا محمد، تعالوا شوفوا محمد ابني في ايه؟